أول علامة بالنسبة لي اللي هو المقارنة ما بين موضوع الصعوبة وسهولة الهدف. كل ما كان الهدف أسهل بالنسبة لي، كل ما كان علامة على أنه أنا في الهدف الذهبي أو في الطريق الصحيح. بمعنى أنه مثلاً طالبة جامعة قاعدة تدرس في تخصص مرة خطير وفقاً للوعي الجمعي والبرمجة، لكنها 4 سنوات قاعدة ترسب وتعيد في نفس السنة، مؤكد هي في الطريق الخطأ وهذا مش هدفها. شلون يعني الصعوبة؟ صعوبة الطريق أو صعوبة التحقيق يعني؟ اي يعني انه يحتاج جهد كبير، يحتاج وقت كثير، يحتاج اني اصيح وبهذل في نفسي وبهذل في مشاعري وبهذل في اسرتي، يحتاج اني اشتري فلوس، يحتاج اني اتغرب، يحتاج كثير اشياء كلها مع بعضها مرهقة بالنسبة لي. هذا مش هدف ذهبي، هذا تضييع وقت، هذا تضييع